الحذر ثم الحذر من هذه السلوكيات المدمرة للذات خلال تعاملك مع الآخرين. أولا، الانشغال بما يعتقد الآخرين بك والشعور بالذنب إذا قلت لهم كلمة لا. ثانيا، أن تفعل الأشياء اللي ما ترغب فيها ولا تحبها بس لكسب مودة وموافقة الآخرين. ثالثا، إهمال احتياجاتك الخاصة لحساب الآخرين وما عندك وقت لنفسك. رابعا وأخيرا، أن تتحمل اللوم عن أخطاء غيرك، لا، ويمكن أن تعتذر لذلك. فحذاري ثم الحذر من هذه السلوكيات المدمرة للذات.